هنروح لخبر تاني ليه علاقة بكرة السلة. فريق 16 سنة بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن محمد أشرف توفيق فاز ببطولة القاهرة بعد ما لعب النهائي مع الجزيرة وفاز عليها 70-57. ألف مليون مبروك كابتن محمد أشرف توفيق، ابن طبعا هذا الشبل من ذاك الأسد، وهو الحقيقة من المدربين المجتهدين جدا جدا وعامل شغل كويس. والموسم والفرقة دي مواليد 2006-2007 ونجح بشكل كبير، يظهر بمظهر جيد. ويمكن محمد طارق خيري كمان فاز بهداف الثلاثة بونت، وعلى مستوى الألقاب الشخصية أيضا ولاد النادي قدروا يفردوا كلمتهم أو يتواجدوا في الألقاب الشخصية. طيب الجميل في المنطقة، في بطولة المنطقة دي، إن مجلس إدارة منطقة القاهرة عمل حاجة كويسة جدا، سمى البطولة باسم كابتن أشرف جلال الله يرحمه. من هو كابتن أشرف جلال؟ كابتن أشرف جلال هو مدير فني فريق الجزيرة اللي بيلعب فريق 16 سنة اللي بيلعب البطولة دي. توفاه الله سبحانه وتعالى وهو جاي يحضر ماتش 14 سنة أهلي وجزيرة في نفس الملعب. الكلام ده كان من 10 أيام بالظبط. كنت في الملعب حتى، وفوجئنا إنه بيقولوا كابتن أشرف هو جاي المباراة. كنت بحضر ماتش 14 سنة بقى اللي هو السن الأصغر، هو كان جاي آزر فرقة نادي الجزيرة كأنه هو مدير فني 16 وجاي آزر المدير فني 14. عمل حادثة في الطريق توفاه الله سبحانه وتعالى وربنا يرحمه، كان من أحسن الناس خلقا وكان مجتهد جدا جدا جدا. فمنطقة القاهرة والجيزة سمت البطولة باسمه. الأحلى من كده كمان إن في جمعية تم إشهارها السنة اللي فاتت أو من سنة ونص تقريبا. الجمعية دي اسمها جمعية رعاية أسرة كرة السلة. الجمعية دي هدفها هو خيري فقط. هي بتنظم بعض المناسبات، بتنظم بعض الأحداث. طبعا هي مشهرة قانونا في ظل القانون المصري أو وزارة التضامن، وهدفها هو الوقوف جنب كل فرد في أسرة كرة السلة بيتعرض لموقف يهزله حياته بهذا الشكل. يعني طبعا كابتن أشرف أو المديرين الفنيين أو اللاعبين بيبقى عنده، انتوا عارفين طبعا، يعني اكل عيشهم ومصدر رزقهم هو الباسكت، مفيش تامين، مفيش. وعلى فكره الكلام ده بس مش في كره السله، في كل الانديه. الحقيقه الجمعيه دي رئيسها او رئيس مجلس ادارتها هو الكابتن طارق خيري ابن النادي الاهلي، واحنا الحقيقه من اكتر الناس اللي كنا سعداء، وكان ليهم لفته طيبه ان هم يعني كرموا اسره الراحل كابتن اشرف جلال وقدموا له طبعا يعني بعض الهدايا والاسرته والحاجات دي كلها، والدعم طبعا المعنوي اهم كتير جدا من الدعم المادي. فطبعا بنشكرهم على الدور ده، وكان لازم يكون معانا احنا بنتكلم على هذا الحدث الكبير والحدث الجميل اللي يرضي كل اسره كره السله ويرضي ربنا قبل كده. معانا عبر الهاتف الكابتن طارق خيري رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أسرة كرة السلة. أهلا بك يا كابتن طارق. يا كابتن هيثم، أهلا بحضرتك. في البداية طبعا بنعزيك في الكابتن أشرف جلال كواحد من أسرة كرة السلة، وفي نفس الوقت بنشكركم على الجهد اللي أنتم بذلتوه. لحظة صعبة جدا، أنا أول مرة يعني أقدم حاجة لحد شخصيا، الموضوع مؤثر جدا بصراحة يعني. طب قول لي يا كابتن طارق، يعني تأسيس الجمعية جه ازاي وفكرتها جت ازاي ونشاطكم واهدافكم؟ يعني كلمني عن الجمعية بشكل عام يا كابتن. الجمعية دي كل ما بيحصل اي ظرف لاي شخص يتوفى بنقعد نتكلم، اذا كان تليفونات او اذا كان اجتماعات. جت في سنتين كده او اقل شوية الموضوع ده كتر شوية، فعملنا اجتماع في المنطقة. الناس اللي حتى المدربين كتير مش موجودين في الجمعية على فكرة. نعم. بنناقش القصه دي، هي كانت فكره من زمان الواحد نفسه يعملها، ان لو لا قدر الله حد حصل له حاجه يبقى عنده دخل اخر، حد يقف جنبه، ما يبقاش الرياضه بعد الرياضه الموضوع بيبقى صعب جدا لو مجالك رياضي فقط او شغلك مش متناسب مع دخلك. صحيح. فحصل اكتر من اجتماع، اتطور الاجتماعات، بقت الفكره بجد، بدات ناس اتجاه تشوف الشغل نعمل ايه، نسأل اجتماعات كتير قوي لحد ما بقت فكرة وناس مشيت في إجراءاتها. يعني مش عايز أقول أسماء وأنسى أسماء من الناس اللي قاعدة، أنا أتكلم على المسؤولين دلوقتي اللي موجودين. كان الله يرحمه الكابتن علي عبد المجيد رئيس الجمعية، وأنا النائب بتاعه. بعد الوفاة ما كانش ينفع نحط حد يترشح، فبالتبعية قمت أنا بالدور دوت، ومعانا كابتن وائل عبد الحي أمين صندوق، استاذ احمد يوجا او كابتن احمد يوجا ده محامي الجمعيه، هو محامي ومدرب، واستاذ خالد صقر واستاذ محمد شحاته واستاذ محمد نجيب دول اعضاء. والله بيعملوا مجهود كبير جدا، وخصوصا وائل واستاذ خالد صقر على طول. نعم. في الانشاء الجمعيه، وام احمد يوجا يروح يجيب اجراءات. قعدنا فتره طويله قوي ونستعين بالناس من الجمعيه لحد ما اشهروا الجمعيه. نعم.
هي قايمه على الظروف، الشخص اللي بيحصل له لا قدر الله وفاه، لا قدر الله عجز كلي. من ضمن الحاجات اللي مكتوبه انه لو مش لاقي شغل ممكن نعمل بحث اجتماعي، عندنا لجنه بحث اجتماعي لاي حد، لان بيجي لنا تليفونات كتير قوي ان في كتير من الناس عنده ظروف، ما بيشتغلش، عنده اصابه، عمل حادثه، اي نعم. سبب ما. عندنا لجنه بحث تتحرى عن الشخص ده او نشوف الكلام ده فعلا صح ولا لا، وبنعمل اجتماع نقدر نشوف هنقدر نساعده ازاي على ظروف الاكاديميه. طب قول لي يا كابتن، يعني اشتراككم شهري قد ايه يا كابتن برضو؟ عشان يعني انا ليه بقول كده؟ بقول لانه ده انتوا عاملين نموذج حلو، ونتمنى انه يتعمم في كل الرياضات، وربنا يعني يجزيكم كل الخير على هذا المجهود الحقيقه اللي طالما نادينا بيه، وفي ظل طبعا القانون المصري واحترام سياده القانون والاجراءات واللوائح وكل شيء. الاشتراك قد ايه يا كابتن، وكيفيه الاشتراك في هذه الجمعيه؟ والله حاجات صغيره خالص، احنا حتى بدات كده 100، البدايه العضو الجديد بيدفع 240 جنيه، 120 بدايه الاشتراك او يسحب الثماره، و120 جنيه كارنيه عضويه. نعم. حاجه لا تذكر يعني. في ناس يعني زي الكابتن ايه خالد الحكمه، كلمت انديه كتير، او في انديه كتير او اتبرعت الجمعيه، وفي انديه لسه لحد دلوقتي ما دخلتش في جو ان هي تعمل دعم للجمعيه. احنا بنتمنى بقى، ده رجاء طالما مع حضرتك وبرنامج مسموع وبتشاف، ان كل اسر كره السله، لاعبين، مدربين، حكام، الناس دي تساهم بنيه ان هي تخدم حد يبقى ليه ظروف زي الحاله اللي حصلت مع كابتن اشرف. بنتمنى ده يتعمم على الناس كلها. في ناس ساهمت وفي ناس ما حبتش تذكر اسماء، زي مثلا الحاج محمد مصيرحي اول الناس المتبرعين للجمعيه، رئيس نادي الاتحاد السكندري طبعا. احمد حسن اول ما كلمناه رغم ان هو ما كانش عايز يطرح اسمه، راجل رئيس نادي سبورتنج بمبلغ كبير للجمعيه. بنناشد كل اللعيبه اللي عندها عقود او رجال الاعمال او زمايلنا اللي بره حتى المجال الرياضي، لو عايز يعمل عمل خيري يساهم معانا في الجمعيه دي، لان الموضوع كبير جدا وعلى جمهوريه مصر العربيه في كل المحافظات يعني، واحنا الدعم المادي عندنا قليل جدا. نعم. بس يا كابتن طارق انتوا بتبذلوا دي نواه، وربنا يجزيكم كل الخير يا كابتن طارق. بامانه احنا كنا حريصين على ده وحريصين طبعا تكونوا معانا، ونشكركم على مجهودكم، واكيد بنشكر منطقه القاهره والجيزه كمان ان هي كانت معاكم، فان شاء الله ربنا يقدركم في اللي جاي، واكيد باذن الله هيكون في دعم، لان الناس القضيه قضيه يعني انسانيه فوق كل شيء. واللي انتوا بتعملوه ده يعني خير كبير، واكيد ربنا هيسدد خطاكم. كابتن طارق خيري نجم مصر ومنتخب مصر والنادي الاهلي في كره السله ورئيس جمعيه رعايه اسر كره السله، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن طارق. طبعا يعني احنا بنتمنى طبعا دعم هذه الجمعيه، لانه ده موضوع انساني. وعلى فكره احنا شفنا نماذج في كره القدم حصل، وشفنا قامات كبيره الحقيقه بتقف في هذا الموضوع. الموضوع ده انساني بحت، لان احنا طبعا المتغيرات والمتقلبات ومحدش عارف بكره في ايه، واللعيبه دلوقتي ما شاء الله يعني عقودها كويسه جدا، لو لعيبه تشارك بنيه ان هذا الموضوع يعني يكون يعني حاجه ترضي الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله يكون ده نواه كويسه. كنا حريصين نجيب لحضراتكم، واكيد الاتحاد المصري برئاسه طبعا دكتور مجدي ابو فريخه، وانا اعرف انه راجل انسان جدا ورجل يعني الحقيقه بيساهم في الحالات الانسانيه دي بشكل كبير. نتمنى برضو من الاتحاد المصري كره السله انه على الاقل يبقى من فتره للتانيه يدعم هذه الجمعيه، لان اكيد ده عمل خيري.